لا زال أبناء المقاومة الشعبية والجيش الوطني بمدينة تعز يعيشون انتصارات متتالية. فاليوم وتحديدا في الجبهة الشمالية للمدينة دارت اشتباكات عنيفة بمختلف الأسلحة الخفيفة والمتوسطة استطاعت من خلالها المقاومة الشعبية والجيش الوطني من إحكام سيطرتهم على مواقع كانت تقع تحت سطوة الميليشيات الانقلابية بمنطقة الزنوج. اليوم استطاع أبطال جبل قرة منطقة الزنوج من تطهير بعض المباني جوار مدرسة عبد الله المبارك وجوار الخزان، ويقدمون الشهداء والجرحى ومستمرون حتى تحرير كامل منطقة الزنوج ثم جبال وعش ثم قطع خط الإمداد في منطقة الخمسين. الهجوم المستمر على معاقل الميليشيات في هذه المنطقة يأتي من أجل قطع الإمداد الذي يصل من شارع الخمسين إلى الجهة الشمالية الغربية من معسكر الدفاع الجوي. معارك حي الزنوج تؤثر بشكل كبير على الدفاع الجوي، حيث أننا نعتبر ظهر شرق للجبل للدفاع الجوي. بجهتنا نؤمن ظهر المقاومة الموجودة في داخل الدفاع الجوي في أكثر من موقع. أيضا إذا سنتمكن إن شاء الله بعزيمة الشباب من الوصول إلى الخمسين وقاطع الإمداد الذي يصل إلى الدفاع الجوي الذي كان حكرا على علي عبد الله صالح وزبانيته. اشتباكات عنيفة وتقدم مستمر يحاول من خلاله شباب المقاومة الشعبية مسنودين بالجيش الوطني إحكام سيطرتهم على هذه المنطقة وقطع خطوط الإمداد عن الميليشيات الإنقلابية. حمزة أمين، قناة بلقيس.